اهلا وسهلا مشاهدينا، نواصل مدنا مباشر والحي زي ما كان في اللقاء السابق. نهضه البلد في مجال مختلف بخصوص البحوث العلميه، بخصوص تنميه مهارات السودانيين في التدريب العاملين بالخارج. بنتكلم دائما عن نهضه البلد المنشوده اللي بتتمثل برضه في السودانيين بالداخل بينظروا لنهضه البلد والتنميه المستدامه عن طريق الزراعه. والزراعه بس ما فقط حصرا في جوانب مختلفه، في جانب ممكن يشكل راس مال جيد يكفي الاحتياج الداخلي، وممكن يدخل في كثير من الصناعات التحويليه، وبرضه يسهم في دخل الفرد وفي اقتصاد البلد. فشهدنا في 30 نوفمبر المهرجان الدولي للتمور السوداني اللي كان بقاعة الصداقة بمشاركة منتجين ومزارعين بالداخل والخارج، يضيف فرصة طيبة لارتقاء بالتمور وبرضه لمواكبة التمور السودانية خارجيا، ونقدر نسوقها بصورة جيدة بالنسبة للعالم الخارجي، عارفين جودته وعارفين تنوعه. يعني إذا كان مجالات مختلفة حنتعرف عليه أكثر مع ضيفنا الكريم داخل الاستوديو الأستاذ محمد علي عبد الرحمن، مشارك في المهرجان خرطوم للتمور الدولي، وأيضا هو صاحب مزارع بدأ بفكرة بسيطة لكن اتسع المجال لمساحات شاسعة ومختلفة. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير. مرحبا بك. نحن مبسوطين صباح أنك تكون معنا. بالعادة الناس بتركز على وظائف معينة، نعم، وما بتفكر دائما في مشاريع تنموية لقدام. فشاهد في الأمر أنك كنت ضابط بتاع جمارك لكن ما فكرت بغض في الوظيفة. الأمر كان أبعد من ذلك، أنك تكون منتج تكفي احتياجك وبرضه تضيف للبلد. فدينا نبذة تعريفية شوية عن النقلة دي يعني. نعم، أنا أشكركم جزيل الشكر على هذه السانحة الطيبة. بدأت عملي كضابط جمارك في الجمارك السودانية في سبعينات القرن الماضي. تعينت سنة 1976 كضابط جمارك ودرجت في الجمارك السودانية، وكنت في الخرطوم، مقيم في الخرطوم يعني. أيوه. حقيقة يعني أنا بحكم سكني في بري وعملي في مطار الخرطوم الدولي، كنت بستغل اي فرصه القاها مع العمل وجيت اطور نفسي يعني. فوجودي في الخرطوم يعني خلتني يعني استفيد من الوقت. انا كنت بالمساء بعد العمل ماشي بعمل حاجه مفيده يعني، بعمل كورسات، بعمل حاجه، اي حاجه. يا سلام. يعني نعم نعم عشان تلم. اي بفضل الله تعالى كنت بستغل في بري، وما اعرف لسبب ما، يمكن عادة الناس الجمارك كل سنتين ثلاثة بيحولوا الناس، يمروا الناس، أنا غايته صحيح. بفضل الله تعالى خلوني في الخرطوم، ما أعرف. أيوه، استفدت من وقت حقيقة العمل، عملت حاجات كثيرة جدا في طيب حاجة. فكرة ما شاء الله مشاهدينا، تفضلوا معنا الخير وفير. يعني حنتكلم عن أنواع التمور المهمة الموجودة معنا من خيرات بلدنا ومن خيرات أستاذ محمد علي عبد الرحيم من مزرعته. بدأت بمساحة صغيرة واتسعت المساحة أنه تشمل مساحات كثيرة وتنظر من كل مهرجان أنك تطور فيها وتقدر. نعم. تسوي. فنتكلم. نعم. عن المساحة قدر. نعم. كيف كانت؟ أنا في مساحة محدودة جدا، الأرض أرض الوالد طبعا يعني. بعد ما نزلت المعاش ما تلفت طوال، رجعت مسألة الزراعة في جيناتنا. والدنا كان مزارع، كان من المزارعين، من أنشط المزارعين في الولايات الشمالية، حاج علي عبد الرحمن بتيس. نحن تربينا من طفولتنا يعني بالزراعة والتربية الهايب وكذا بتاع هناك. فوالدنا كان رجل نشيط، بيصحينا الفجر نحن أطفال بنشتغل في الزراعة، نحن أطفال. عشان كذا طوال المسألة بتاعت الزراعة دي في جيناتنا يعني. فكان بيوصينا هو طوالي، يا ابني خلي بالك الأرض الأرض الأرض. وكان عنده نخيل تربينا بها، يوصينا قال لي يا ولد كل سنة بذكرني رصدت الخراج بتاع النخيل. فالحكاية طوالي، أول ما يعني توفى كده بتاع توفى كان في بيتي هنا في بري، انتقل رحمة الله تعالى في بري. أنا طوالي الحاجات دي كلها عبر الكلام الكثير بتاع خدتها في ذهني. فأول ما خلاص ناس الحكومة طبعا المسألة معروفة يعني 2004 جات كشة كده بتاع شفت الجذور. أيوه. فكنت الوقت ذاك من الجمارك كنت ماسك إدارة التخليص الجمركي في شركة الطاقة الجمركية السودانية لمدة 8 سنوات. يعني أخذت في الجمارك 20 سنة، في سودان إيرويز 12 سنة لحد 2004.
يعني تدرجت في كل الوظائف بتاعت الجمارك، كنت عندي روب درايت 96، بعد ذاك اخذت اداره التخطيط الجمركي في الخطوط الجويه السودانيه مطار الخرطوم، ساكن بره. فعلاقتي بشركات الطيران وكذا بتاع، اول ما عملت رخصه التخطيط الجمركي انا حاسه مخلص جمركي ومزارع وكل حاجه الحمد لله. طيب بمزرعه المساحه البسيطه دي اللي هي انتجت بعد ذاك خير وفير، نعم. هل انت فقط كنت بتنظر للحصيله بتاعت الانتاج وتنظر على استمراريتها وتوسيع نشاطك يعني؟ لا، توسيع بحمد الله تعالى. يعني انا بديت الشغل ده في مساحه محدوده جدا، 5 فدان لكن بقيت ازيد في الانتاجيه من نفس التمور ده، بزيد بزرع بزيد. هسه انا وصلت 500 شجره ما شاء الله تبارك الله. ايوه 500 شجره. بعدين في مساحه بتاعت 7 فدان مع التمور، انا عندي هنا بستان يعني هنا فواكه يعني عشان. البرتقال والجرين فروت والمانجا كلها زارعه، التفاصيل كلها في البدايه دي هنا يعني. ما شاء الله. ايوه فمطلعين لانه نزيد الانتاج. يعني انا السنه القادمه ان شاء الله باذن الله تعالى عندي 165 شجره خاشه للانتاج ما شاء الله، اجود انواع التمور. ف الناس يعني انا ما اعرف، السودان فضل الله تعالى يعني فضل الله تعالى بلد يعني فيها موارد خياليه، في ارض خضره، فيها مويه، الناس يرجعوا للزراعه، مشاكل البلد كلها بتنحل من الزراعه يعني. يعني الهروب بس من الزراعه ده ما حل، انه الناس ترجع للزراعه وبالذات لو الناس عندهم اراضي زراعيه. نعم. قبل ما نجي لانواع التمور ونجي لمشاركتك في المهرجان وبدي استفادتك، بس نتكلم عن جذور مشكله الرئيسه في الفتره الاخيره. بقينا بنشوف في مشاكل حقيقيه بالنسبه لاصحاب المزارع، زارع التمور يعني بيشكو باستمرار. شنو المشاكل اللي بتواجههم هناك في المزارع بالتحديد؟ المشاكل في المواصل كثيره جدا، لكن بفضل الله يعني. المساله بتاعت المهرجانات دي بتلم الناس، وبيجوا الخبراء طبعا يعني وزاره الزراعه بالاشتراك مع جمعيه التمور وتطوير التمور السودانيه، دول قايمين بجهد كبير جدا. ايوه المهرجانات دي طبعا مدعومه في جائزه خليفه دوليه، جهاز خليفة، عشان كده في منافسة قوية جدا. ولما نجوا الخبراء ديل من برا السودان نحن بنستفيد منهم من خبراتهم في ورك شوب، محاضرات الدكاترة، أي مشكلة يحلوها ليه. صحيح أستاذ محمد، يعني قبل ما نجي لمحور المؤتمر ده أو المهرجان ده بصور مختلف، أقصد هناك في الأرض في الشمالية بالتحديد، يعني أنتم بتواجهكم مشكلة بتاع شنو؟ بتاعت آفات مثلا، بتاعت رعاية، كل الحاجات دي فيه. يعني مثلا محور. يعني مثلا المسألة بتاعت الكهرباء، نحن طبعا زمانك ابانا كويس كانوا بيزرعوا زراعه تقليديه ساقيه، اي زراعه تقليديه ما عندهم حالات بسيطه جدا. لكن هسه نحن بفضل الله تعالى بدينا زراعتنا بالكهرباء طوالي، وصلنا الكهرباء وحفرنا الابار وكذا. في مشاكل كثيره جدا، الكهرباء مستقره يعني. انا حصلت لي 3-4 مشاكل يعني، الكهرباء تقطع، تحصل لي مشاكل في الوافورات تتحرك، تاثر على الري، تاثر حقيقه يعني. لمدة ثلاثة مرات زمزم بتاعت الكهرباء بتخلينا الوابورات دي تتحرك تصير، وبتاخذ زمن الفترة دي. الزراعة دي ما دايرة يعني، انت ما تكون في أي جاب، تكون دايرة موية طوالي باستمرار، بتحصل مشاكل زي دي. في مشاكل بتاع الزحف الصحراوي، نحن يعني قدر ما حاولنا اجتهدنا عملنا برضو الدمس السعودي دي عشان نوقف نقلل من كمية الأتربة والزحف الصحراوي بتاع، مشكلة كبيرة جدا. المشاكل الثانية التسويق، مثلا مشكلة كبيرة جدا في الشمالية، ما في أوعية بتاعت التمور الرطبة دي. نحن من أوائل الناس اللي دخلنا التمور الرطبة في الشمالية، التمور دي تمور سعودية أصلا يعني أساسا يعني. نجيب في النقطة دي التمور الرطبة، ونتكلم عن تسويق منتجنا السوداني بخصوص التمور وأنواع التمور اللي بتلقى اهتمام كبير جدا من الخارج، لكن للأسف نحن ما مهتمين بها. نجيب في النقطة دي التسويق وتبادل منتجاتنا مع الدول الخارجيه. لكن بعد الفاصل استاذ محمد. نعم. كتر خيرك استاذ محمد عبد الرحمن، حنيجي راجعين ثاني عشان نواصل في كل نشاطه وخيراته ان شاء الله باذن الله تعالى. بعد فاصل ونواصل مشاهدينا. اهلا وسهلا بالمشاهدين، نواصل في مدنا المباشر والحي. اما الان ننقلكم الى غرفه الاخبار مع الزميله امل معاذ لنتابع المزيد من الاخبار. اهلا بجديد مشاهدينا، نواصل منقطع من حديث مع استاذ محمد علي عبد الرحمن المزارع الحكيم بين هلالين،
وصاحب المشاريع المهمة الممكن تكفي احتياجنا الداخلي وممكن برضو تسوق للخارج بالصورة المطلوبة. حنتكلم أكثر معه في الحوار عن الجانب ده وعن طريقة التشبيك بالذات في المهرجان التمور الدولي اللي أقيم في قاعة الصداقة. أهلا مرحبا بك من جديد. حبيب. الله يجزيك خير. كنا نتكلم عن التسويق. تسويق التمور. وتمور السودانية. لكن قبل ما نجي لتسويق التمور السودانية لازم نتكلم عن منتوجك أنت. ما شاء الله يعني إذا كان الجنديلة سكري تقريبا خلاص نتكلم هل دي منتجات موجودة عندك؟ يعني شنو المنتج السوداني وشنو المنتج اللي انت لقحته في السودان؟ ايوه المنتجات احنا يعني التمور السعودية دي شلناها من شركة زاد تمور نسيجي تشوزي يعني فهنا زرعنا ثلاثة أصناف شلنا منهم الخلاص السكر الأحمر والخنيز وعندنا الجنديلة طبعا السودانية معروفة يعني الجنديلة السودانية التجربة أنا افتكرت تجربة ناجحة جدا جدا التمور السعودية عشان تتأقلم على البيئة السودانية المسألة بتاخد وقت يعني حتى في أنواع الخلاص زي ما كان بيستوي في الوقت في التايم بتاع التمور السودانية متأخر شوية كان يعني تمورنا مثلا كان بتستوي مثلا في البداية في شهر 8 فده استمر معانا فترة شهر 11 لحد نوفمبر حتى نسوي كده بتاع عشان الفترة بتاعت الأغلمة دي أخذت وقت زي 8 سنوات تقريبا حتى بقت شوية شوية تدريجيا اتأقلمت على البيئة السودانية بقت تنتج في الوقت اللي بتنتج فيه التمور السودانية. يعني أنت قبل ما تجي التمور الخارجية للسودان وتاخذ البيئة مناخ أنت كنت بتزرع فقط جاوة ولا جنديلة ولا في الـ في الـ في الجنديلة بس يعني؟ أي فالجنديلة قلنا أصلا عندنا يعني الجنديلة يعني فقط بس زدنا يعني نعم. طيب شنو يعني محتاج لرعاية التمور الخارجية عشان تتأقلم مع البيئة السودانية؟ نتكلم زي رعاية الشخص لأي حاجة مهمة عشان تكبر وتزدهر يعني محتاج رعاية خاصة هل بل ده الأمر برضو بينطبق على التمور؟ نعم التمور ده دائرة فعلا رعاية خاصة يعني في صنف من التمور نبوت السلطات مثلا يعني التمرة دي انت من شهر 12 ديسمبر تبتدي تسقيها تديها مويه كفايه تديها السماد كفايه عشان تهيئها للتلقيح التلقيح بيتم دائما في فبراير شهر 2 يعني فمن ديسمبر من فتره الشتاء حسه في الايام دي المفروض تهيئ النخله دي للتلقيح مثلا زي البني ادم المناسب زي ما الناس بيهيئوا العروس للزواج وكذا البتاع بنفس الطريقه الناس يهيئوا التمره دي عشان تديك انتاج تكون رويانه ومرتاحه بعد ما هي جلدها تديك انتاج عالي جدا جدا فالمساله كده يعني حقيقه طيب يعني الاسل في يد شنو للمشاهدين يعني ده خلاص يعني جميل انه يكون المزارع يعني السودانية بالعادة دائما بيكون الحياة المغلفة بشكل جمالي زي ده بتجي من الخارج يعني بتم تسويقها فجميل ان تكون مزارعنا السودانية ده الخلاص اي ده الخلاص الجاي من الخارج نعم طيب ده الخلاص مشاهدينا باللون ده بالشكل ده طيب دي الجنديلة السودانية دي الجنديلة السودانية نعم دي الجنديلة السودانية مشاهدينا ايوه بتتميز شنو عن بقية التمور الثاني الجنديلة؟ الجنديلة السودانية طبعا الجنديلة السودانية طبعا معروفة يعني دي التمور الجافة زي ما بيقولوا دي تمور سودانية جافة لكن التمور السعودية تمور رطبة يعني ده فرق كبير جدا دي التمرة دي ما دارت ثلاجة تكون يعني ناشفة كده بتقطع تحطها في شوال في قوفة في أي حاجة بتقعد يعني تستحمل الظروف ظروف اقتصادية ظروف بيئية ممكن تعيش لفترة زمنية أي لكن التمور دي دايره طوال مجرد ما انت قطعتها تاخذها في الثلاجه ده سكري سكري سعودي سكري سعودي تمر سعودي يعني سكر احمر يعني تمر سعودي يعني وده مدلع مدلع ده داير رعايه خاصه يعني لا لا. من الزراعه لحد الحصاد ايوه ده تاقلم سريع يعني مع البيئه السودانيه ولا برضه اخذ منك وقت؟ لا 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 ما اخذ وقت طويل جدا الخلاص اللي اخذ وقت صف الخلاص أخذ وقت طويل جدا على أساس إنه لحد ما يتعلى حتى لو في المطبق ذاك يعني ممكن أوريك ال 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 هنا مثلا خليك أنا يعني في شهر 8 مو بالشكل ده
طيب دي المراحل المشاهدين دي بيكون في المرحلة دي شهر 8. نعم. مرات الناس بيستخدموه بالشكل ده. طبعا أصل المفروض يتاكل بالصورة دي بالوضع ده يعني الاستهلاك يعني الاستهلاك الحقيقي في الوقت ده شهر 8 بالصورة دي الاستهلاك الحقيقي في المنتج ده يعني هو نمو بيكمل هو لما يعني بالترتيب انتوا بتقطعوه قبل ما ياخد دورة نمو ولا هو بعد تقطع بعد ذاك بيرجع للون الحقيقي؟ لا نحن مثلا شهر 8 بيكون بالوضع ده كويس بنقطع شهر 8 لكن لما تخطه في الثلاجة لونه بتغير يعني حسا نفس التمرة دي نفس التمرة دي هاي ده حسا كده ده شهر 8 وده ده بعد اخذ فترة في ديسمبر نمو فرق كبير جدا انت المفروض تسالكوا في الحتة دي لكن خطيته خلاص كده لانه ما في تسويق انا ما عندي ثلاجه تسويق عشان اقدم طوال المشتريات كلها والانتاج كله ابيعه في الوضع لكن المفروض كله يتصرف في الوضع ده عشان انت تاكل الرطب ده في وضعه في شكله يعني هو من باب اولى انه يستخدم أيوة بالشكل ده في أيوة شهر 8 أيوة لكن نسبه للظروف اللي احنا بنعيشها في السودان وما عندنا ثلاجات وكذا فبنخلوه ياخذ دورته بتاعت الانتاج لحد ما يبدو كذا يعني طيب ده كلام جميل أيوة بالعاده نحن بس بنقطع وبندس في الشوال يعني عندنا مشكله بتاع التغليف والثقافه دي يعني فمهم يعني بالشكل الجمالي اللي شفناه قدامنا انه ممكن يسوق ويلقى قيمه تسويقيه جيده بالنسبه للداخل وبالنسبه للخارج يعني فبتواجهنا مشكله حقيقيه بتاعه التغليف دي هل المشكله ما في ناس يعني مصانع بتقدر تحصد من الناس كل ثمارهم وتقدر تقدمها بالصوره المطلوبه ولا المشكله بوين بالتحديد مشكله التغليف دي يعني والله هسه احنا اجتهدنا يعني القوات دي انا مثلا هسه مشيت في مصانع هنا في الخرطوم بحري مصانع بتاع سوريين كده بتاع عملوا هنا دي الباكن دي بشتري منهم يعني انا افتكر الباكن دي يعني حاجه مهمه جدا انت عشان تعمل منتجك تعمل الباكن بقت عندها مواصفات يعني مواصفات عالميه يعني حتى الماده ذاتها الماده البلاستيكيه ذاتها عندها مواصفات يعني المنتج اي مستهلك غذائي عندها مواصفات كان بلاستيك ولا كان ورق يعني عندها مواصفات يعني ماشيين بالتدريج نحن طيب يعني التسويق ده زمانك كانوا بيلعبوا في كراتين مثلا صح كراتين وشوالات في قفف في شوالات حس تطورنا بقينا في بقينا نعمل في بلاستيك ده ضروري لانه عشان نواكب برضه عشان نقدر نسوق المنتج ده بالصوره المطلوبه هو موجود بس في السودان ولا انت برضه حاولت تغزو السوق الخارجي يعني المنتج بتاعك ده لا انا لسه ما طلعت برا بس لكن بفضل الله تعالى حس في 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 دعوه من الجميع عشان نمشي نود منتجاتنا برا يعني يعني في حسة في عرض مقدم لنا عشان نمشي الأمارات إن شاء الله نمشي نحاول كده يعني نقدم منتجاتنا بالصورة الحالية دي يعني شوية شوية تدريجيا يعني الناس شوية بتتدرج يعني أنا الشيء اللي عاجبني فيك أكثر أستاذ يعني أنت ما يعني ما براك بتعمل الحاجة دي لوحدك أنت بتستضيف ناس خبراء في الأرض وعندهم اهتمام جيد بالموضوع ده عشان برضه الثمرة وتجني حصاد ممتاز فبرضه ده جانب فاقدينه يعني جانب الثقافه بتاعت الارشاد والتوعيه دي فاقدينها فالحاجه دي ساعدتك قدر كيف يعني انك تنتج وانك تزدهر يعني وانا اصلا زي ما قلت لك انا خلفيتي انا بتاع جمارك انا ما مزارع لكن استفدت من كل الخبرات المتراكمه بتاعت الناس اللي تعلموا كده بتاع انا لما بديت العمل ده بديته استشاره زول زراعي بروفيسور زراعي بروفيسور زراعي انا عامل كيف بوريك الناس اللي عندهم خبرات في كل المجالات انا بعرف استفيد منهم اي انسان عنده خبره في مجال الزراعه اي في المجال الهندسي في يعني الناس الخبرات المتراكمه دي الناس يستفيدوا منهم حقيقه يعني انا ما اقدر ازرع لكن بقيت مزارع لكن عن طريق توعيتهم وارشادهم عن طريق الارشاد والسؤال وكذا وكذا بتاع الناس يخشوا يعملوا كلام الدكاتره وخلاص هو الصف الزراعه دي ما دار لها يعني شهادات وقرايات نعم الزراعه اي انسان ممكن يزرع الموضوع ما وقف استاذ عبد الرحمن عند الزراعه فقط ولا التغليف ففي مهرجان اللي كان يوم 30 نوفمبر هو كان جامع وفي جانب مشجع وجوائز ممكن تسهم برضه للشخص انه يسوق منتج بالنسبه للخارج وفي جوده ممتازه فانت مشاركتك في المهرجان ده كانت بشنو؟ والله انا يعني بفضل الله تعالى انا من هذا في هذه النقطه احب اقدم صوت شكر للبروفيسور احمد علي جنيف والتيم بتاع
جمعية رعاية النخيل الدبور السودانية، الأستاذ عماد، الدكتورة مريم، الأستاذ رشا، دين قائمين بجهد جهد الدكتور شلقامي، دين يا أخي يا ناس يعني إرشادات وتوجيهات. الجمعية طبعا بدأت نشاط بدري جدا من 2006 حقيقة، يعني الناس دين بازين جهد كبير جدا، أنا أحييهم من هذا المنبر يعني هذه النقطة. الناس دين يا أخي بيتصلوا بينا، يجيبوا منتجاتكم مشاكلكم، يحجزوا لنا المحلات مقاطع الصداقة، يجيبوا منتجاتكم وظاهرة معانا الصورة في الشاشة. نعم. يعني نعم. وجود خبراء. أيوة. ومشاركة دول خارجية بالتحديد. نعم. في الإمارات يعني عندهم خبرة. نعم. كبيرة. نعم. في الجانب ده. نعم. وهم. نعم. معاكم. نعم. فبرضو التشارك ده يعني التشبيك ده بيفيدكم في شنو؟ تشبيك انه يكون في خبراء وناس منتجين ومزارعين. نعم. يعني الدوره دي حظيت بوجود عدد من المنتجين وعدد من المزارعين. نعم. بصوره كبيره. نعم. يعني وزاره الزراعه. نعم. وزاره الزراعه، السفير الاماراتي، كلها دبلوماسيين كلهم زي ما انت شايف، توزيع جوائز. شويه جوائز، جائزه خليفه، دي ناس جائزه خليفه. نعم، جائزه خليفه بروفيسور جنيف. نعم. الجائزه دي المواصفات بتاعتها شنو عشان الشخص ينالها؟ والله ما في لجنه، في لجنه. اللجنه دي بتقيم، بتدخل فيها مزارعين، اللجنه يعني فيها ممثلين، فيها خبراء. زراعيين كلهم. اللجنه دي الجميع بيمروا على المزارع بيعملوا تقارير. فيها جوائز المزرعه النموذجيه، المزرعه عدد، الحكايه دي مربوطه بالانتاج بتاعك والاصناف بتاعتك وكمياتك، كميات انتاجك واصنافك وانواعك كده بتاع، والتسويق، النظام، كل السيستم كله حاجه متكامله كده بتاع العنوان بتاعتك، حتى الباكينج، طريقه العرض، كلها في في فيها جوائز. اي في جوائز. اي في جوائز. نعم، في جوائز. جوائز يعني جوائز كبيره جدا. أي. جميل. دكتوره مريم. نعم، دكتوره مريم ده الايوادي، منصه توزيع جوائز. توزيع. أيوة. جوائز. نعم. طيب دي فرصه طيبه. نعم. انه ما فقط يكون الجانب التبادل محلي، فالمهرجانات دي بتدي بعد ثاني انه المنتجين يتواصلوا مع المزارعين الخارجيين. نعم. ومع المستثمرين. نعم. ممكن برضه يستثمروا معاهم. نعم. فانت يعني بما انك قاعد تستفيد دائما من علاقاتك في الداخل. نعم. فقدر كيف برضه استفدت في تشبيك علاقاتك مع الخارج من الناس المشاركين المزارعين؟ حس انا عندي عرض يعني في شركه مصريه، القصه كنا نتكلم عن الباكت، متخصصه في صناعه الباكت، وجه لي دواء عشان في القاهرة. عشان الإماراتي بالمصانع اللي بتنتج الباكينج، بس متخصصين في صناعة الباكينج للتمور وللفواكه وكده بتاع، شايل نموذج بتاع وراني، قلت عليه في القاهرة أربطك بالمصانع بتاعت الشركات اللي يعمل لك الباكينج بتاعك زي ما أنت عايز، مواصفات بجودة عالمية جدا، عروض كثيرة جدا نحن بنلقاها. الفرصة بتاعت المهرجان دي بتتم كل الشركات وكل الجهات اللي عندها صلة بتسويق التمور وكل حاجة. عشان إن شاء الله بإذن الله تعالى هاي نلقى فرصة نمشي القاهرة نشوف عروضهم كيف وكذا، وعروض كثيرة جدا يعني بتجي للإنسان الواحد، كل ما يعني أنت سألت بتعرف بتلقى مجالات، يعني مجالات مستهلك يعني. نعم. المهرجان جاء في ظروف هو انقطع تقريبا سنة لأنه كان بسبب جائحة كورونا. ثلاث سنوات. من 2019 آخر هناك الدورة الثالثة، كانت في الدورة الرابعة. 19 وثاني انقطع. الناس جات بشغف. والانقطاع ده كان دليل عافي لأنه في أعداد كبيرة جدا من المزارعين المنتجين شارف يعني وجدوا. نعم. حظهم. نعم. طيب لو تكلمنا في جانب. نعم. إنه بيجي متزامن المهرجان مع إسهامات الإمارات العربية، طبعا عندها اهتمام كبير في جانب التمور. نعم. ورعايتها. نعم. نعم. نحن عشان نواكب برضو. نعم. نواكب الأسواق الخارجية ونواكب المزارع الخارجية. أيوة. هل المفروض ندخل تقانات حديثة في الزراعة بالضرورة؟ طبعا يعني حسا يعني المنتج بتاعي أنا عشان أوصل المرحلة دي شغل عملية شاقة جدا، عشان أنا أجنب أنظفها وكده بتاع، عامل لها الباكن وكده بتاع. لكن المسائل دي كلها الناس وصلوا لتقنيات كلها بالآلات، يعني انت المفروض اصلا يعني ما في زول الليله برا السودان بيشتغل شغل بيده، لان حس عمل يدوي جزء كبير جدا عمل يدوي. لكن الناس برا وصلوا عملوا الماشينز بتاعت النظافه والباك والحاجات دي كلها، المنتج بتاعك دي ما في زول بيشوف يده اصلا، كل الحاجات دي فيها التقنيات، حتى التلقيح اللي نحن بنطلع في النخله ونعملها بيدينا ابدا، حسب قد في ماشينز انت واقف في الواطه تعمل التلقيح بتاعك، وهكذا
المسألة ماشية كله يعني. في دكتورة أخذت براءة اختراع، اخترعت آلة بسيطة جدا تكون واقف في الواطة بترفع لك لمدة 10 أمتار بتنقح لك التمرة، بيسهل لك الزمن. أيوة يعني حس أنا مبسوط جدا إنه ثاني ما حمشي أطلع في النخلة حاشتغل في المشيد لقح الموسم الجاي. المسألة ماشية كلها تطور، كله 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 مرة، كل سنة نحن بنكتشف أشياء جديدة وش اللي قدام يعني. سنة يا سلام يا سلام، وجود منتجين ومزارعين مشاركين بالكم الكبير اللي شفناه في المهرجان يعني. نعم نعم، أليس ده بدل العافية؟ نعم، على صحة التمور. نعم نعم، وعلى جودة التمور السودانية. أيوة، وعلى على هم المزارع نفسه في انه يعمل في مساحات متعدده. نعم نعم، معناتها المسألة كلها ماشيه. يعني انا الوالد بتاعي كان بزرع بالمحرات والبقر بالطوريه، لكن انا حسه بزرع بالتراكتر وبالحصاده. المسألة كلها ماشيه، كلها ماشيه، اصل سنه الحياه يعني. ودي كان بيشيل الطوريه ويدق الارض وكذا، عمل يده وشاق جدا 24 ساعه. لكن انا حسه بجيب التراكتر بيحرث لي بتاع الحصاده، بيجي يحصد حاجه من السهله. والكهرباء، هاي ما في كهرباء زمان، صحيح، وانت بتطلع بالكهرباء. بس المسألة ماشية، التطور سنة الحياة. يعني كان في صباح الشروق في وقت سابق أستاذ محمد استضفنا الدكتور بروف عبد الماجد عبد القادر، كان خبير اقتصادي في كل صباح الاثنين، كان بيقدم جوانب متعددة بحكم علاقته الاقتصادية، كان بيتكلم عن الصناعات التحويلية. نعم. له رحمة الله طبعا توفى أيام كورونا، له الرحمة والمغفرة والعتق من النار. كان بيتكلم عن الصناعة التحويلية، إنه نحن موجودة عندنا كمية بتاعت إنتاج من التمور. نعم. لكن مشكلتنا الحقيقة ما قاعدين نستفيد من الصناعات التحويلية، بنصدرها خام لدول خارجية وتستفيد منها بشكل كلي. نعم. فقدر كيف مهم برضه إنه المزارعين يسعوا إنه يكون في صناعة تحويلية لتمور ومستفيدوا من القيمة بتاعته ويستفيدوا من باقيها يعني. نعم نعم نعم، في أقل من دقيقة. فحسا أنا لقيت برضو يعني مزارعين زي كده مشوا قدام شوية، عملوا عايزين يعملوا تشكيلة بتاعت خلطة كده بتاعت شوكولاتة مع البلح. عملوا جابوا لي صابون، قال لي يا أخي احنا عايزين نخش معاك في الشغل، نشيل الإنتاج بتاعك ده، نعمل لك خلطة بتاع التمور مع شوكولاتة مع حاجات كده بتاع زي الحلاوة يعني، غلفوها كده بتاع. فالمنتج بتاع التمور دي كلها ممكن تتحول يعني. التمر دي ممكن تعمل بودرة، ممكن تعمل شرابات، ممكن تعمل عسل، مربات، أشياء كثيرة جدا. التمور دي ذات يعني ودي دعوة للناس. نعم. إنه تهتم بالصناعات التحويلية، ودعوة للمنتجين ورؤوس الأموال والناس المستثمرين إنه تقيف في الموضوع ده كثير. إحنا مقدرين جدا أستاذ محمد علي عبد الرحمن، صاحب مزارع آل عبد الرحمن للإنتاج الزراعي والحيواني، ودي بذرة طيبة للسودان إن شاء الله يكون زاهديكم. نحن مقدرين جدا، كتر خيرك صباحا. شكرا لك، كتر خيرك، وإن شاء الله الخير الوفير ده يزداد يعني، ونشوفك في منصات عالية، ونشوف المنتج ده بيسوق في دول خارجية كثيرة. كتر خيرك، أشكرك جزيلا. شكرا، تفضل، خليك جنبي. شكرا مشاهدينا الكرام المتابعة، نحن مقدرين جدا حضوركم صباحا معانا ومشاهدتكم. فقرات متعددة كانت في صباح الشروق وحوارية، بداية بالهموم المشتركة للبحث والتدريب للسودانيين المقيمين في الخارج، وسهلنا لهم كثير جدا من الظروف عن طريق مختص كان معنا داخل الاستوديو. فقرة ثانية الحوارية كانت مع أستاذ محمد عبد الرحمن، مزارع آل عبد الرحمن. شكرا لكرم حضوره، إضافة للفقرات اللي تسللت هذه الحلقة مشاهدين، أتمنى أنه تنال رضاكم واستحساكم. تحية لزملائي في تيم اليوم يوم السبت، وتحية للزميلة تيسير على أمل تعود في السبت القادم بإذن الله تعالى. شكرا لكرم المتابعة، وأنا سعدت جدا بقول كل هذا الجهد المباشر. كتر خيركم، بكرة فريق عمل جديد، مع السلامة.